وأنت الكاتبة والشاعرة والروائية والحكواتية أيضا، نتحدث عن فن الحكواتي كفن يصارع من أجل البقاء. أنت كحكواتية يعني حدثينا عن واقع هذا الفن، هو موجود باق؟ هو باق مع من يمارسه. طبعا هو فن الحكواتي فن عريق منذ مئات السنين، نقدر نقول من وقت العثمانيين، وبعدها احترفوا المشارقة خاصة دمشق أو بلاد الشام كما يقال، وبعدها يعني أصبح يمارس من طرف الحكواتي أو الكتاب الكاتب بصفة عامة. كل منطقة في الجزائر بصفة خاصة أو العربية بصفة عامة يقولوا القاص أو المقصات للنساء، الحكواتية الروائية كلهن يقولوا لها بكل حسب المنطقة. لكن نحن يا نحاولوا قدر المستطاع نخلو هاد الموروث الثقافي وتقليدي يقعد على مر السنوات القادمة والجاية، ويقعدوا أولادنا وأولاد أولادنا كذلك يمارسوا هذه المهنة الجميلة. نعم، ومن يعني كلنا كبرنا على حكايات الجدات، كنا نعم ربما نستيقظ وننام على تلك الحكاية الشيقة التي كانت تشدنا ونحن أطفالا، فما بالك أن تخصص فضاءات ومهرجانات لهذا الفن. صحيح، خاصة لو كان الحكواتي مد قصص من الواقع. نعم. خلاص حاليا كنا بكري نؤمنوا بالخرافات. نعم. الحكايات الخرافية وتجذبنا. نعم. لكن لما كبرنا أصبحنا نبحثوا عن الواقع أكثر. نعم. نحوسوا الواقعية، حاجة تصرف في مجتمعنا باش نتوعاو مع هاد الحكواتي. بآخر القصة القصيرة اللي تكون الحكواتي يحكي في هذيك الربع دقيقة أو نصف دقيقة نقدر نقوله. نعم. تكون لها مغزى في الأخير ومعنى واضح تخليك تطرح الأسئلة مع نفسك. نعم، ما يعني في الجزائر هذا الفن تطور ليصل إلى ما هو عليه الآن. في العهد الاستعماري كان هناك الحكواتيين يمررون رسائلهم للمجاهدين وللثوار الأحرار آنذاك، أنثور على المستعمر أو ضد المستعمر الفرنسي بالحكاية. صحيح، كان الحكواتي يعطي الحافز للمجاهد وحتى الانسان العادي. نعم. اللي راهو هو يعاون المجاهدين خلف الكواليس مثل ما نقولوا. نعم. يعطي له الدافع والاراده، حبه يوصف له حبه للوطن، فديك الحكايه البسيطه اللي يعطيها له. والجده كذلك تعلم البنات، كانت تلم البنات حولها، تعلمهم كيفاش الاصول تاعنا، كيفاش معيشتنا في المجتمع الجزائري او العربي. نعم. وتخلينا دائما نكونوا دايرين الجده قدوه. نعم. مهما كبرنا نخلو الجدة هي القدوة ديالنا. ربما يعني الزميل المخرج يشير لي إلى جزئية ربما هي مضحكة ولكنها واقع، يعني كانت فعلا كنا ننام على حكاية الجدات. ربما في مخيلة الكثيرين منا أمثالك وأمثالي ربما أن الحكاية ربما يعني قبيل النوم أو يعني كانت كحافز لأن نبقى عاقلين يعني. أكيد أكيد، كانت الحكاية اللي قبل النوم هي متعة توعيك على أشياء أنه راح تصرى. كنا دائما نرقد ونوضوا أنه راح تصرى تصرى معنا حاجة. نعم. كما هذيك الحكاية اللي كانت تحكيها الجدة. أنا عن نفسي حاليا مازال ينضك نقرأ قصة قبل ما نرقد، والله العلي العظيم. حتى نبحث من القصص القديمة. نعم. يمكن نضحك حسب الوضع اللي نكون أنا فيه. مثلا مرات نحب قصة مضحكة، مرات نروح لحكواتيين على قناة في اليوتيوب ونبدأ نشوف ونسمع منهم وندي منهم العبر حتى لو أنا حكواتية. أنا نشوف في صفحتك على اليوتيوب أو على الفيسبوك بين الفينة والأخرى تجمعين حواليك الأطفال وتحكي يعني تحكي لهم هذه الحكايات. هذا يجرني إلى أن أشير إلى جزئية أن فن الحكواتي هذا أخيرا اجتاز أسوار دور الحضانة. صحيح. دور الكراش، دور الحضانة. صحيح. صحيح. فصارت بين الفينة والأخرى في الأسبوع عندهم حصة وحصتين. اللي قعدت تغزر فيه ما حبش تتكلم، هذيك العجوز اللي قبيحة من كثرة بشاعة منظرها، هو تجمد في مكانه رغم المرض، فهي ضحكت عليه وبقت تغزر فيه مدة دقائق. قالت له أنا هي هذيك الدنيا اللي كنت تجري مراها، تفنى انت وتبقى هي. المغزى من القصة هي عيش حياتك قنوع،
ارضي الله واشكره وعاشر الناس بالكلمة الطيبة واجبر الخواطر، لأنه هذه الدنيا قد ما نجروا مراها ونحاولوا نجمعوا دراهم. كين أشياء أهم من الدراهم، كين اللمة، كين القعدة، كين الناس، كين صلة الرحم. أنه الدراهم والعمل مش كل حاجة في الدنيا، لازم نقتنعوا أنه بوش عطانا ربي والحمد لله. جميل جدا حكاية ما تجري مر الدنيا. أنت كاتبة وروائية وشاعرة وحكواتية، يعني ألا تعتقدين أنه في الجزائر نحن الآن بحاجة إلى حكواتيين متخصصين؟ صحيح، نحن ليس كحكواتيين متخصصين، الحكواتي هو من يستطيع أن يوصل الرسالة. تقدر أنت زميلي كصحفي تقدر تحكي لنا قصة حاليا توصلها أحسن مني لأنك عشتها. أنا هذه القصة اللي أنا أحكي لكم عليها هي صارت في سنة 2009، قصة واقعية. جميل. مع خال زميلة لي. نعم. وحكتها لي، وكانت هاد العجوز اللي شافها هي من وحي خياله، من شدة المرض ولا يشوف هاد العجوز كأنه واقف عليها ما كاش عجوز، وقال لهم قالت لي انا الدنيا اللي راك تجري مراها خاف يموت في هذيك البلاد وهو بعيد على اهله ومالي. وصحيح يعني توفى في اخر شهر من شاف العجوزه هذيك، توفى هو بعيد على دارهم وجا وما قدرش يشوف الاهل ديالو. على هذه نقول لهم القصص تاعنا لازم تكون واقعيه باش توصل للناس يفهموها يعيشوها، باش انا ما نوقعش في الغلط واخر ما يوقعش في الغلط. وقصتين الموجودين معنا اليوم واقعيتين. جميل. يعني ما هي في نظرك انت تكتبين الحكايه، ما هي الشروط الواجب توفرها في الحكايه لكي تصل وتشد اليها مستمعيها شده؟ الاسطر الغامضه مثلا، لما لو لاحظت لما بديت نقرا القصه الحكاية كانت مجرد لغز، انه هذا الرجل يجري مور المال ويجري مور، لكن وشنو المغزى من القصه؟ وانا كي حابه توصلي، هو حبيت نوصل انه القناعه. نعم. تبقى في هذه القصه ديالي المغزى تاعها هي القناعه. حكواتية، هل هناك فضاءات متخصصة لهذا الفن، فن الحكواتي؟ لو قلت لك إيه نكون نكذب. أنا كرئيس الجمعية دايما نحاول لما تكون عندي قاعدة للبقالات مثلا في ليالي رمضان حنكون عندي فقرة خاصة للحكواتي. ودايما ليالي رمضان هذه جلسات عائلية أم ماذا؟ لا، برا في مراكز ثقافية، في قاعات حفلات ننظمها ونعرض فيها فنانين، ومرات جزء على قنوات التلفزيونية، ونبدأ نتكلم نقعد أنا في الانستغرام. عجبوها قصص دياولي وقالت لي إن شاء الله نتعاملوا مع بعض، يعني نتمنى ذاك النهار لو انا رحت الأضرار او هي جت للجزائر راح نتعاملوا مع بعض. طبعا بالمناسبه احيي هذه الحكواتيه من ولايه أضرار. ان شاء الله تكون تتابعنا. ان شاء الله، يا ريت نسيت اسمها، يا ريت تفكرت. ان شاء الله، وهي فرصه لان تشرفنا بالحضور. أكيد. في هذا الفضاء. أكيد إن شاء كل الله. جمعه فضاء الحكواتي. لا باس ان نمر الى الحكايه، حكايه اخرى للحكواتيه ابتسام سعدو، وعنوانها همك في دمك. همك من دمك. همك من دمك. اكيد. تفضل. فتاه في العشرينات جميله ظريفه، هي الفتاه الاكبر في العائله، ولها اخ واخت اصغر منها. هذه الفتاه ذاقت من ظلم الاقارب كؤوس المرار، ومن كسر الخواطر عاشت جلاد أيامه. كافحت هذه الفتاة بين الدراسة والمنزل، وتحدت المجتمع رغم العراقيل. كانت الفتاة بسمة كتومة جدا وبعيدة جدا عن الحياة الأسرية، فلا عقلها معهم ولا روحها تحتويهم. وفي أحد الأيام كانت الفتاة تدرس في المنزل، وأحوالها لا تسر، وجهها مصفر وعيونها ذبلت وانقطعت عن الأكل. ومرت الأيام وزادت حالة بسمة، يعني حالة بسمة ازدادت سوءا، فقرر الأب أن يأخذ ابنته للطبيب.
لكن التحاليل الطبية تقول أنها لا تشكو من شيء، وبسمة تعاني بصمت، وليلها كله كوابيس وبكاء. زاد قلق والديها عليها، ولا أحد يعرف ما بها، حتى هي تعاني ولا تعرف ما الذي حل بها. فاقترحت عمتها على أبو بسمة أن يأخذها أو يأتي بشيخ ليرقيها، لعلها عين أصابتها. والعين على أمة محمد حق. بعد ساعة أتى الأب هو والشيخ. دخل الشيخ رفقة الأب ليرقي بسمة، فاندهش الشيخ لما رآه: عيون مدمعة، وجه شاحب، وجسد يرعش وكأنه خائف. قال لها الشيخ: السلام عليكم، لكنها لم ترد وكأنها في غيبوبة. لكن الشيخ بدأ يتلو ما تيسر من القرآن الكريم، وفجأة صرخت بسمة صراخا أوجع قلب الشيخ، وخرجت لبستان منزلهم وحفرت تحت شجرة المنزل، وإذا بها تندهش لما وجدت. حسب الراقي لما كان يرقيها، هي ما شافت ركضت إلى بستان المنزل وحفرت في المكان الذي رأته. بكت بسمة دقائقا طويلة على حظها، وقام الشيخ بفك السحر وحل الطلاسم التي وجدتهم بسمة تحت الشجرة بإذن الله. وعندما أكمل قال الشيخ: لماذا صرخت أثناء الرقية؟ يعني لماذا صرخت أثناء الرقية؟ قولي يا ابنتي. قالت بسمة وكل قلبها موجوع لما رأت ومما وجدت. قالت: لم أصرخ لأنني رأيت مكان السحر، بل صرخت لرؤيتي من فعله. فلم أظن أنني في يوم من الأيام أن همي وألمي ومصائبي تأتيني من هم أقرب لي ويحملون نفس دمي. المغزى: لا يضرك من لا يعرفك. المغزى من هذه القصة زميلي هو أبدا، مرات احنا يصيبنا بلاء كبير ونقول بلاء من عند الله، وكلنا نرضى بقضاء الله وقدره، لكن هناك ناس لو قلت لك أن يمتلكون في صفاتهم ما يمتلك الشيطان، يمكن أكثر، يضرون الناس بطريقة لا توصف. هذه القصة وقعت سنة 2017، يعني ما عندهاش بزاف. هذه القصة حقيقية لإنسانة أعرفها قريبة مني جدا، وكنت حاضرة في هذا الواقعة، يعني ما كانش واحد كذب علي أو قالها لي. هذه الإنسانة انضرت صح بزاف لما عرفت شكون اللي سبب مارس عليها السحر، أعوذ بالله. كانت الصدمة، لأنه كانوا أقرب الناس ليها، تضحك معاهم، تسهر معاهم، تتكلم معاهم، أسرارها كلها عنهم. يوم عرفت كانت الوجع أكبر من أنه المرض. كانت قالت لي: يا ريت ما عرفتش، وكنت يعني قعدت على هكا على باب ربي، حتى ربي يدي أمانته، ولا أعرف أنه هذوك الناس اللي كنت أنا مش نحبهم، أعشقهم لحد الجنون، هم اللي ضروها، هم اللي سببوها تعاسة حياتها. يعني عنوان هاتي الحكاية الأخيرة همك من دمك. من دمك، يعني يحيلني إلى طرح السؤال، يعني علاقة الحكاية ربما وخلفية أن الحكاية أو هذا الحكوات دائما مرتبط بالخرافة ومرتبط ب الأسطورة. ما هي العلاقة بين كاتب الحكاية والأساطير والخرافة؟ هناك حكواتيين يعيدون حكايات قديمة قديمة نحن لا نعرفها، تبقى أسطورة أو خيالية لا نعرف واقعها أو أي تاريخ وقعت فيه. وهناك حكواتيين لا يرضى أن يحكي للناس شيء من الخرافة، يحكي لهم من الواقع. مثلي أنا، أنا لا أقبل أني أحكي حكاية لا لم أكون حاضرة فيها أو لم أسمعها من شخص معين حصلت معه. أريد دائما أن أترك الشخص الذي يسمعني يعيش الواقع. مثلا أنت لما سمعت الحكاية زميلي، أو المشاهد لما سمع الحكاية راح يقول: إيه والله غير صرات، وأنا نشوفه فيها، فهمت؟ يعني يبقى يتساءل مع نفسه دائما، الواقع يتلمس الواقع، إيه حقيقة، نعم صح، يتقبل الحكاية. لما يسمع قصة خرافية يقول: إيه شابة، لكن مع تتبخر، حتى يعود يسمعها، لكن هذه تبقى في الذهن. أنه تقعد دائما حذر
انه ما كاش انسان يضرك ما يعرفكش. انت قلتي يعني تعولين كثيرا او تتواصلين كثيرا او تقرأين كثيرا حكايات المشارقة، تواصلك مع حكواتيين او كتاب من المشرق، واكيد تتبادلون الكتابات والقراءات وحتى الارساليات الصوتيه، كيف ينظر المشارقه ممن تتواصلين معهم الى فن الحكواتي هنا في الجزائر؟ هذا الكلام كان قبل يومين مع أحمد صلاج، هو هذا حكواتي من تركيا وبالتحديد أدبازار، كنت أتكلم معه فأعطيته آخر الحكايات وشاركته هذه الحكاية تاع بسمة، فقال لي ابتسام يا ريت لو يوم من الأيام نجي وديري لي قاعدة جزائرية ونسمع منك الحكاية باللهجة الجزائرية. هو على فكرة أحمد صلاج من عشاق اللهجة الجزائرية مع أنه تركي أبا عن جد، وكمان حكايته هو اختارها باللغة العربية الفصحى مع أنه لغته العربية الفصحى ضعيفة، لكن يوصل الحكاية وكذلك يرفض أنه يخلي الحكاية تكون خرافية، يحبها تكون واقعية أحسن من أنها تكون خرافية. في المشرق كيف هو واقع هذا الفن، فن الحكواتي؟ فن الحكواتي ما يعني هناك مازال مثلا كما تفرجوا مثلا مسلسل باب الحارة أو غيرها، تشوف باللي ربما الموقع، خليني أقول باللي المكان مشجع على هكذا فنون. صحيح، هما في المشارقة مازال عندهم لبنان وكذلك سوريا رغم الحرب، مازال في المقاهي تاعهم دايرين شهرية للحكواتي، والله العظيم مازال كل خميس الحكواتي عنده بعد صلاة العشاء يتلموا كل الحارة أو الحي باش يسمعوا الحكاية الجديدة، وش جاب لهم حكاية، يقول لهم هاد الحكواتي إنسان يسافر وإنسان يعاشر الناس ويجيب الحكايات الواقعية، مازال المقاهي تعمل شهرية لهذا الحكواتي ومعنده مقام يعني مكان مسق من هولو يقعد فيه يتلي هاد الحكاية اللي عنده والناس كلها تسمعين كم نصف دقيقة. جميل، هذا يدفعني لأن أطرح سؤالا في غاية الأهمية في اعتقادي، يتعلق بأن بلدنا الجزائر بلد قارة فيه تنوع ثقافي، عندنا القبائل، عندنا الشوية، عندنا الترقية، عندنا العديد من المناطق والعديد من الثقافات، لماذا بقي هذا الفن؟ يعني حتى عندنا العديد من الأمكنة، لا نذهب بعيدا، عندنا القصبة قديما كان فن الحكواتي، كان العائلات كانوا يجتمعوا وكان هذا الفن الحكواتي منتعش آنذاك. السبب تعرف وينه زميلي؟ السبب في مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف الذكي بكل صراحة، حتى أنا من مستعمل التكنولوجيا، مواقع التواصل الاجتماعي هي تكنولوجيا بطبيعة الحال، أنا عن نفسي من مستعملين الهاتف النقال طول الدقيقة في يدي حتى وأنا في العمل، لكن لو وجدت فضاء يقولوا كاين حكواتي أنا الأولى تلقاني قاعدة في الصفوف الأولى. لما يكون هناك مسرح مونولوج حاليا هو مثل الحكواتي، لكن للأسف لما نروح نشري التيكت وندخل المسرح نلقاي 14 من الناس، وين راهم البشر الثانيين؟ هنا تولي للثقافة. نعم، أنت دوك تقعد تتبع لي في أشياء تافهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ماكش راح تكون عندك الوقت باش تروح تشوف حكواتي، أو ماكش راح تشوفه بالمنظور اللي أنا نشوفه وأنت تشوفه. أنت كمثقفة أكيد أن هذا بين قوسين هذا النفور الكبير من هذه الفنون مثلا من المسرح أو غيرها أو دور السينما وما إلى ذلك، له يعني تتحمل الوصاية ويتحمل الرسميون جانب منه. أنت مثقفة تتواصلين دوريا أو يوميا مع المثقفين، في نظرك فيما يكمن الخلل؟ لما يعني رغم الأموال الطائلة التي تصرف على العديد من المهرجانات والعديد من الفعاليات الثقافية إلا أنها فشلت بين قوسين أن تجذب المواطنين بالشكل المطلوب؟ لأنه أعطوهم فرصة للمواطنين رغم الأموال الطائلة، رغم أن الجزائر تقدر تدير أكثر من فضاء للثقافة، أعطوه فرصة لأشياء أخرى، مع أنه لازم الشعر والرواية والحكواتي يكونوا هما الطبقة الأولى في الفن، بعدها يجوا البقية.
أو أنا مخطئة؟ لا، ربما يعني أنا أحترم هذا رأيك، ولكن ما ترينه أنت صحيحا قد يراه مثقف يشاهدنا الآن يعني خاطئا. لكن الشيء الذي أردت أن أسألك عنه هو ربما فيه دوافع تجعل المواطن يستقيل من الفعل الثقافي، يستقيل من مشاركته في المهرجانات، في الاستماع إلى فن الحكواتي على أتقصد المواطن أو المسؤول؟ لا، المواطن حاليا، المواطن هو وطبيعة البيئة اللي تربى فيها. نعم. لو تربى على بيئة مثقفة وبيئة تنميها على الثقافة والمطالعة راح يكبر وهو يحب هذا الشيء. نعم. لكن لو بيئة رباته على مثلا نقولوا احنا لا كتاب ما تلقاش في المنزل. نعم. لا أب يقرأ، لا أم تقرأ، لا أم تطالع الثقافة، لا هما يحثوها على الدراسة أو على اطلاع الكتب، ما راح يكبر على الثقافة. الطفل على ما تربيه يكبر. نعم. مثلا أنا عن نفسي أتكلم، من صغري أقرأ الكتب. نعم. عندي أخي كذلك في نفس ميداني يقرأ الكتب. عندي أختي بعيدة كلها عن الكتب، لكن حاليا لما وصلت 21 سنة وشافت ميولنا احنا ولات تقرأ الكتب وأصبحت تتبع كل هذه الأمور. يعني انت البيئة، الإنسان ابن بيئته تقصدين؟ هذا هو مقصودي. لو نعم. الإنسان تربى بعيد على هذه الأشياء، والله لو يوصل 40 سنة موش حيفيق لها. يعني ما المانع أن تكون هنالك جمعيات ثقافية متخصصة في الفنون، في الشعر، في الأدب، في الرواية، في فن الحكواتي؟ أنا أقول لك حتى أنا جمعيتي مالفة ندير هذه النشاطات، لكن ما كاش إقبال. والله حاليا نتكلموا بصراحة، لو درت نشاط فيه غناء وطبل كان يجيني جمهور أكبر من أني ندير مسرح أو ندير شعر، والله العظيم. نعم. لما ندير أمسية شعرية نبعث بطاقة دعاوي للناس يجوني. لكن لو حطيتها غير محبين ابتسام ليجو. يعني لما في تبعوني على مواقع التواصل الاجتماعي راح يجوني، لكن لما ننشر عبر التلفزة أو ننشر عبر الجريدة مش راح يجو. هذا يعني أن ثمة خلل علينا إصلاحه. أكيد، وهذه ولي التربية. أنا عن أطفالي قلت لي عليهم نجمعهم على طول ونقولهم كي راكم شادين الهاتف علاه ما تروحوش تشدوا قصة وتقراوها. الهاتف ما راهوش حيتقفك، لكن القصة الكتاب هذيك الحرف اللي تقراه حيزيد فيك أشياء عديدة ما يشوفهاش إنسان آخر. نعم. هل ثمت، أنت رئيسة جمعية، هل ثمت مشاريع تعنى بهذا الفن، الفن هذا الحكواتي كفن؟ بمعنى هل ثمت ورشات مثلا تكوينية لأن نكون العدد من المهتمين الناشئين، خليني كتاب الناشئين، قول الكتاب الناشئين على المضي في هذا الفن؟ ما نقدرش نقول ورشات تكوينية، لكن نقدر نقول لك راح نعملوا نشاطات حكواتي وراح نمدوا دافع، راح نجيبوا الناس لينا رغما عنهم. نقدر نقول لك يعني راح نعطوهم إغراء باش يجونا، راح نديروا نشاطات غير الحكواتي، راح يكون يوم محدد راح تجوا تلقاو الحكواتي فلان، راح تجوا تلقاو الحكواتي يا فلانه. يعني راح نجوب، يمكن راح نجول ربوع الوطن. هذا هو مشروعي. نعم. مشروعي للبقالات والحكواتيه راح نبدا رحلتي عبر 48 ولايه. الان 58 ولايه. 58 ولايه عفوا. نعم. مازال ما عرفناها. نعم. 58 ولايه. نعم. باش كل ولايه نحط الريحه فيها. نعم. راح نجمع ناسها واهلها وفنها الحكواتيين اللي فيها ونديروا جلسه مع بعض ان شاء الله، نسجلوها ونحطوها في قناتي على اليوتيوب. هذا هو المثقف الذي يعني يخرج من الصالونات. وفي شت في الاونه الاخيره بدات هناك حركيه يعني واقعيه، يعني صار المثقف، صارت هناك مقاهي ثقافيه. هذا هو يعني علينا أن نكسر ذلك الحائط الغير مرئي ربما بين المثقف والمجتمع. صار المثقف هو ابن المجتمع، عليه أن يؤثر كما يتأثر. أكيد. به لو قلت لك زميلي أنه قبل جائحة كورونا. نعم. اللي إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء. آمين. والوباء، كانت مشروعي أنه راح نبتدي من بوابة الصحراء. كنت راح نبتدي من الجنوب، وكل اللي تابعني يعرف انه انا ابتسام محبه لناس الجنوب. كنت راح نبدا من الجنوب حتى ما نوليش الجزائر العاصمه، حتى نكمل كل الجنوب باش نولي. جاني استقبال ما شاء الله من دول الثقافه، من ناس الجنوب اللي تبعوني،
يعني فتحوا لي كل الابواب باش ندير هذا المشروع ديالي. وبعد الكورونا ان شاء الله لما تفتح كل المجالات راح نبدا هذا المشروع من ولايات الجنوب وبعدها نولي للشرق والغرب وما بقيه. بارك الله فيك ابتسام سعدو الكاتبه والروائيه ورئيسه الجمعيه على هاته الحكايتين الجميلتين وهلا هاته الفسحة الثقافية معك. عسى أن يتجدد اللقاء في فرصة أو في فرص أخرى إن شاء الله. شكرا زميلي على الاستضافة على هاد اللي متصلت بي، كان والله شرف كبير لي أني نحضر معك في هذا البرنامج وإن شاء الله يتجدد اللقاء. يعني ما لا إن شاء الله يتجدد اللقاء يوميا معكم أنتم مشاهدين على قناة شروق نيوز على المباشر في برنامج شروق مورنينج. لا بأس أن نذكر بالخبر وهو تسجيل أول حالتين لسلالة كورونا البريطانية المتحورة في الجزائر. هذا الخبر الذي أمسينا عليه أمس وهو الذي يستدعي منا كمواطنين الحيطة ومزيدا من الحيطة والحذر واليقظة بما فيها احترام البروتوكولات الصحية، التباعد الاجتماعي، النظافة، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع. قبل الختام أريد أن أعزي الشيخ عبد الحميد حشادي وهو الضيف القار معنا كل جمعة في فقرة فقه الجمعة، وقد حال بينه وبين مشاركته إيانا اليوم وفاة أحد أقاربه رحمة الله عليه. كما أجدد دعوة الزملاء وكل المشاهدين إلى الحيطة والحذر، فالصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. مشاهدينا بفن الحكوات نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامجكم الصباحي الخدماتي المتنوع الشروق مورنينج. ابقوا دائمين أو ابقوا رائعين كما أنتم دوما، ابقوا دوما رائعين.